أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب غزة. وفي هذا السياق كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل موافقة الولايات المتحدة على شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الموافقة الأمريكية على العملية العسكرية في رفح تضمنت شرط عدم شن تل أبيب ضربات على إيران. تايمز أوف إسرائيل نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرد الإسرائيلي على إيران يتعارض مع رغبات الإدارة الأمريكية وهو غير واقعي، نافيا الادعاءات الإسرائيلية التي تقول إن الولايات المتحدة لعبت الدور الرئيسي في صد الهجوم الإيراني ومنع نجاحه. في هذا السياق كشفت الصحيفة الإسرائيلية أن الجانب المصري لم يخفي استعداداته للتعامل مع أي تأثير محتمل للعملية المخطط لها في رفح. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرات عدة أنه وافق على خطط لعملية رفح وأنه تم تحديد موعد لشن الهجوم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران الاثنين الماضي لكنها قررت التراجع. وأضاف المسؤولون للموقع أن حكومة الحرب نظرت في منح الضوء الأخضر لتوجيه ضربة ضد إيران قبل أن تتريث بذلك في وقت لاحق من تلك الليلة لأسباب عملياتية. فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حثت إسرائيل على توخي الحذر في أي انتقام من طهران. ومن جانب آخر استبعد مسؤول أمريكي في تصريحات لشبكة ABC نيوز الأمريكية أن تشن إسرائيل ردها على إيران قبل عيد الفصح اليهودي رغم إشارته إلى أن ذلك قد يتغير. ومن نيويورك كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان التأكيد مرة أخرى على أن إيران أطلعت الولايات المتحدة بشكل مسبق على العملية، وقال إن بلاده لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة. وأشار عبداللهيان إلى أن بلاده أكدت للأمريكيين أنها لن تستهدف قواعدهم ومصالحهم في المنطقة. لمناقشة كل هذه التطورات من رام الله معنا الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وأيضا معنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، ومن الناصرة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن طهران أيضا ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. أهلا وسهلا بكم جميعا. سأبدأ هذه المرة مع الدكتور محمد صالح صادقيان. بداية، هل هناك ما زالت تحسبات لأي رد محدود أو كبير في داخل إيران من الجانب الإسرائيلي أو للمصالح الإيرانية في مناطق مختلفة؟ تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. بالتأكيد هناك استعدادات كبيرة جدا، وهذه الاستعدادات تخللتها تهديدات قاسية ولم نسمعها من قبل من قبل جميع المسؤولين الإيرانيين. وبالتالي الإيرانيون عندما استهدفت سفارتهم في دمشق اعتبروها أرض إيرانية وسيادة إيرانية، وبالتالي كان الرد الإيراني. الآن عندما تريد إسرائيل أن تستهدف الأراضي الإيرانية في داخل إيران، معنى ذلك بأن القضية ليست لعب أطفال، وبالتالي الإيرانيون بالتأكيد لا يقبلون أي استهداف للسيادة الإيرانية وللأرض الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد بأن إذا ما ردت إسرائيل إيران سوف ترد بشكل قوي جدا. الرد الإيراني الأول كان محدود، وهم قالوا ذلك بأنها عملية محدودة، وهذه العملية استغرقت كم ساعة وأعلنوا بأنها محدودة وانتهى الأمر، وهم قالوا بأن العملية انتهت. لكن إذا ما ردت إسرائيل أنا أعتقد بأن الأمور تتغير، ربما لا يقف حد الرد الإيراني على حدود معينة أو وضع معين، وبالتالي هذا التخوف الأمريكي ربما أنا أعتقد بأن التخوف الأمريكي في محله، لكن إسرائيل وتحديدا نتنياهو هو يريد توسيع نطاق الحرب، لأنه يعلم جيدا إذا ما استدرجت إيران لحرب على إسرائيل واسعة بالتأكيد سوف تأتي تستدرج
الولايات المتحدة، كما قال الرئيس بايدن في مقاله الذي نشره يوم أمس، قال بأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل. وبالتالي نتنياهو هذا هو الهدف الرئيسي، يريد مواجهة مباشرة بين إيران وبين واشنطن، مواجهة عسكرية، هذا هو الهدف الرئيسي. لكن هذا ربما الذي تعلمه إيران وتعلمه الولايات المتحدة أيضا، ولكن هذا ربما لن يكون في صالح إسرائيل. سنعود لمناقشة هذه النقطة لاحقا مع الجانب الشأن الإسرائيلي، ولكن سأنتقل إلى دكتور طارق فهمي لأخذها من البداية. دكتور طارق، يعني واشنطن دخلت في مرحلة المساومة مع إسرائيل، رفح مقابل أي عملية عسكرية محدودة على إيران، أو تتنازل إسرائيل عن هذه العملية العسكرية، كيف تقرأ هذا التوجه؟ هو بالتأكيد طبعا الولايات المتحدة بتتحرك في مساحات أكبر مما كان يجري في حرب غزة، وما نشاهده الآن بطبيعة الحال حضرتك هو ارتدادات حرب غزة، لكن سنبدأ مرحلة تفكيك عناصر الأزمة بالمنطق الأمريكي والمنطق الإسرائيلي، لأنه الولايات المتحدة ستدخل بالفعل في مقيدات، يعني لن يكون هناك قولا واحدا عملية عسكرية على إيران من قبل إسرائيل. هذا ليس في حساباتهم وفي تقديراتهم برغم كل التكهنات الإعلامية والصحفية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، لكن لا أعتقد أن حكومة نتنياهو تضع الآن إيران أولوية أولى برغم إمكانية الرد، يعني لأنها حظيت كما تعلمي بكل الدعم الكبير، وبالتالي لا تريد أن تخسر في هذا الإطار. رفح هو الهم الأكبر بالنسبة لإسرائيل، على اعتبار أن إتمام العملية العسكرية سيفتح طبعا المجال أمام نتنياهو لإعادة تقديم نفسه وتدوير حساباته، لكن الأمور ليست سهلة كما يتصور على المستوى النظري. هناك إجراءات احترازية وإجراءات استباقية ما يمكن أن يتم في حتى هذه اللحظة حضرتك، لا يوجد ما يشير إلى أن العملية ستكون وشيكة، يعني لابد من إخلاء مناطق إخلاء كاملة، طرح البدائل، التنسيق مع الإدارة الأمريكية مع مصر، ففي استعدادات كبيرة. ربما كان هذا الأمر مطروح خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هناك مستجدات جديدة فرضت نفسها. أولا، إسرائيل بعد الانسحابات التي تمت في خان يونس ومناطق التماس استدعت لواءين للعمل مجددا. هناك طبعا خطط احترازية، موضوع الخيام نصبها وغيرها، وعمليات عودة النازحين ليست بالصورة السهلة، بمعنى أن زحزحة آلاف المدنيين وغيرها، هذه إجراءات كثيرة. فإسرائيل حتى هذه اللحظة لن تجرؤ في تقديري الشخصي وفق معلوماتي أنه لن تتم عملية بدون تأمين كل هذه الإجراءات، لن يكون هناك دخول عسكري مباشر كما يتوهم البعض، هذا أمر مستبعد تماما. إنما طبعا في عمليات إجرائية وإجراءات متعلقة بعمليات النقل بالاستيعاب بعودة بعض النازحين. طبعا ما جرى في النصيرات خلال الأيام الأخيرة يشير إلى أن هناك حالة تخبط لدى الإسرائيليين بصرف النظر عن استخدام القوى العسكرية في التعامل، لأنه عودة النازحين بطبيعة الحال أو عدد منهم كان يمكن أن يتم من خلال إتمام صفقة الهدنة، بمعنى كان هناك الاتفاق على عودة 2000 ل 2500 فلسطيني بصرف النظر عن الشروط، ما دون 50 أو أعلى أو غيره، أما وقد توقف مشروع التهدئة والهدنة. فبالتالي أنا في تقديري إسرائيل ستلجأ لنصف حل وشبه خيار في التعامل مع رفح، بمعنى أنها ستقبل بعودة بعض النازحين بصرف النظر عن أي اتفاق يمكن أن يتم في هذا التوقيت، ثم عمليات الإخلاء التكتيكي والبحث عن المناطق البديلة. وهذا أمر طبعا منذ الشهور الأولى للمواجهة كان يتم بصورة كبيرة، بحيث يتم زحزحة آلاف العناصر ثم الدخول. هناك بدائل لعملية رفح بالمناسبة نصحت بها أجهزة المعلومات الإسرائيلية وخصوصا جهاز الأمن الداخلي شباك، هو حول إمكانية القيام بعمليات نوعية تكتيكية في عمق القطاع دون الدخول والتمركز في داخل القطاع في مدينة رفح بالكامل، يعني هناك أعمال ربما تكون بديل لهذا الإجراء. كل هذا ما زال موضوعا، لكن سيتم في إطار صفقة، يتم في إطار مقايضة أمريكية، يتم في إطار ترتيبات مشتركة بين كل الأطراف. طيب، سأنتقل إلى الدكتور محمد المصري. دكتور محمد، يعني الحديث الآن على عملية محتملة في رفح مقابل عدم الرد على إيران، هذا الموضوع ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح عملية عسكرية في رفح، لا من الجانب الإسرائيلي ولا أيضا قدمت الخطة المفروض أنها تقدم من إسرائيل إلى واشنطن. هل بتنا أمام مواجهة حقيقية، رفح مقابل عدم التصعيد مع إيران، أم سيكون هناك خيار آخر ربما يتم اتخاذه في الساعات المقبلة؟
تحياتي لك ستي انا وكافه الضيوف الكرام، ونحن اليوم بال 195 العدوان على الشعب الفلسطيني، وما زالت القتال مستمر موجود في قطاع غزه. يعني نحن اكثر من 33900 شهيد تقريبا. اليوم الوكالات تتحدث الدوليه عن 12000 مفقود تحت الانقاض. ما يحصل في قطاع غزه هي بلة جماعيه كما وصف كل المجتمع الدولي، لكن حول الحديث حول رفح بالتحديد، انا اعتقد الاوم بيتم الاعداد لموضوع رفح باستمرار وبشكل واضح جدا وبالتنسيق مع الاداره الامريكيه، وهناك معركه رفح قادمه ولكنها ليس بالمفهوم الشامل بمعنى الدخول البري الشامل. لكن اتفق مع الدكتور طارق انه هناك ستكون عمليات يعني متخصصه استخباريه، ذات عمليات سهم بشكل سريع، لكن ستبدا هذه العمليات في مناطق قطاع غزه بمجملها ابتداء من 24 الشهر بعد عملية عيد الفصح دولة الاحتلال في 23 لحد يوم 30. اليوم الأول يكون عطلة كاملة، اليوم الثاني تكون هناك الإمكانية مفتوحة. المعلومات تشير بأن هناك استعداد لقوات الاحتلال واللواءين التي تحدث عنهم الدكتور طارق سيكون هم مجهزين خلال الأسبوع القادم، وبالتالي إمكانية الدخول في مناطق متعددة بما فيه منطقة النصيرات والنصيرات ومخيم النصيرات بالتحديد. يعني لم يكن مقصود فيه المخيم بقدر ما كان مقصود فيه توسعة الشارع القاطع ما بين شرق وغرب قطاع غزة لكي تسعى إلى أكثر من 350 متر، وتعديم كافة المباني العالية والأبراج التي قريبة منه حتى يكون هناك حرية تحرك في مسرح العمليات لجيش الاحتلال دون القدر بهم أو استهدافهم. الجانب الآخر أنه هناك في إمكانية للتوسع كمان حتى في موضوع دير البرح. العملية لم تنتهي في المنطقة الوسطى، نحن نعرف الآن بالأمس وأول أمس كان في بيت حنون، انسحب بالأمس بيت حنون، علم بيت حنون من الأسبوع الأول كان تم دخولها من الدخول البري، لكن العمليات العسكرية موجودة. نضيف إلى ذلك كله أنه حركة حماس والفصائل استعادت السيطرة المدنية على 4 محافظات من بين مجمل 5 محافظات باستثناء منطقة وادي غزة والمنطقة التي كان فيها المنصيرات، وهذا الشيء يدلل على أنه هناك في توسع على القوات يعني للفصائل الموجودة. أيضا كمان الجيش الاحتلال معني صحيح بالاسترداد هيبته في قطاع غزة بعد فقد الرضع من 7 أكتوبر بما فيه حتى 14/4 الشهر الحالي. نعم دولة الاحتلال فقدت هيبتها ورادعها وفقدت حتى قيم النظرية الأمنية القائمة عليها من سنة 48 حتى الآن. المعركة على أراضيها، المعركة التوقيت الزمني يحدد خصومها وأعدائها، وأعتقد أنه مهما حصل في التطورات الآن الجيش يقول يجب أن نوصل إلى حل سياسي الجيش، وأعتقد السيد وديع قد يساهم في ذلك أكثر. لكن جيش الاحتلال الذي يمثل الدولة العميقة والأمن تقول نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار ومن ثم ترتيب أوراقنا للقضية أبعد من موضوع الجغرافيا غزة، ولا تستطيع دولة الاحتلال أن تستمر في معركة جبهتين. أما رفح قادمة، نعم قادمة، وأعتقد ستكون رفح هي الرشوة من قبل الإدارة الأمريكية من أجل ألا تفتح جبهات متعددة خارج جغرافيا فلسطين وتكون هناك أمام حرب إقليمية لا تحتمل لا دولة الاحتلال ولا المنطقة كلها، لأنه نحن لسنا بحاجة إلى حروب بهذا الشكل. وأنا أعتقد الجيش الذي استعد طوال 15 عام للمواجهة المسلحة مع يعني ميليشيات مدنية مسلحة حرب غير متناظرة، أعتقد اليوم هو يتخوف كليا أن يدخل في جبهة قتالية مع دولة مسلحة بهذا التسليح، إلى جانب المنظمات في الإقليم ومتعددة جدا إن كان حزب الله أو حتى في العراق أو في منطقة أخرى. نحن اليوم في مرحلة تحولات كبرى في العلاقة مع دولة الاحتلال وكيفية الاستعداد لها. يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة لماهية الأمن القومي العربي حتى في هذه المرحلة، لأنه بصراحة ما يحصل اليوم في الإقليم شيء مخيف جدا من ترتيبات مستقبلية. نعم، سأنتقل إلى الناصرة سيد وديع عوودة. سيد وديع، سؤالي لك من شقين. الشق الأول، هناك تباينات في وجهات النظر من الاجتماعات التي تحدث في مجلس الحرب في الجانب الإسرائيلي بين نتنياهو وبيني جانتس فيما يخص عملية الرد على إيران من عدمه. هل ستخف هذه الحدة إذا كانت هناك مقايضة حقيقية مع واشنطن لعملية رفح، أم الأمر سيذهب في الخيارين، ستتخذ إسرائيل الخطوتين معا؟ نعم، تحياتي لك ولضيوفك ومشاهدينك. أنا أعتقد أن هذا هو السيناريو الأكثر يعني واقعية، أن تذهب إسرائيل إلى الأمرين معا. ولكن يعني عندي قراءة مغايرة قليلا حول موضوع ماذا موجود في إسرائيل، ما هو الموجود، ما هو المفقود، وكيف ستتصرف. هناك إجماع في إسرائيل على ضرورة استعادة الهيبة وقوة الردع وحفظ ماء الوجه بالرد على إيران.
الخلاف حول المكان والزمان وحجم وطبيعة هذا الرد، ولكن مما يرشح من خلف الكلمات ومن بعض التصريحات وما يرد في إسرائيل في الأيام الأخيرة، أستطيع أن أقول لك أن الدولة العميقة وأن مجموعة كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين السابقين في إسرائيل يرون بالرد المباشر على إيران برد مشابه للضربة الإيرانية الجوية من شأنه أن يدفع إيران إلى حرب مع إسرائيل لا تريدها، وبالتالي ربما تكون إسرائيل قد دخلت في مغامرة كبيرة، خاصة وأن الجيش والمؤسسة الأمنية تخشى كثيرا من انضمام حزب الله لمثل هذه الحالة، وتخشى أيضا من فقدان كل ما تم تكريسه من استثمار في هذه الحرب المتوحشة على قطاع غزة. ولذلك يعني هناك ميول لدى إسرائيل قبل الدخول الأمريكيين على الخط بأن تكون عملية الرد محدودة مهضومة من قبل إيران، تستطيع إيران أن تستوعبها ربما من خلال ردة اقتصادية أو عسكرية محدودة أو كلاهما، ولكن بدون أن تكون هناك عملية إحراج. الآن حينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتقايض وتساوم إسرائيل على موضوع رفح، أيضا أنا أقول أن إسرائيل بهذه العملية هي تنزل عن الشجرة، لأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رغم كل هذا السجال بينهما أدركتا أن عملية دخول رفح كما كان يعلن هي عملية غير ممكنة لكثير من الأسباب. وهناك حتى في إسرائيل تأكيدات على أن نتنياهو وهذه الحكومة تستخدم رفح فزاعة ومناورة من أجل إطالة أمد الحرب، ولكن أنت تخيلي جدلا في حال انتهينا من رفح، من المؤكد أن نتنياهو سيبحث عن فزاعة جديدة ويبحث عن موضوع جديد لكل النصيرات ومخيمات الوسط أو ما شابه، نعم في محاولة لصرف أنظار الإسرائيليين عن الحرب وعن التساؤلات لماذا لا يتم استعادة المحتجزين، خاصة وأنه يدعي منذ زمن أن الضغط العسكري هو الذي سيعيد المحتجزين، وهو طبعا نتيجة جملة من الأسباب إذا كان وقت نتوقف عندها راغب بإطالة أمد هذه الحرب ليس فقط للبقاء في السلطة. ولذلك هو سيدخل رفح ولكن بطريقة مختلفة كما قيل على لسان ضيفيك، ربما من خلال عمليات نوعية من خلال غارات هم بدأوا. سريعة. طيب يا سيد وديع، هم بدأوا بهذا الموضوع يعني كان الحديث عن اقتحام رفح، نفي بأنه يكون اقتحام بري، ولكن في عمليات عسكرية نوعية من الجو يقوم بها الجيش الإسرائيلي في رفح. لن يكون يعني هو بدأ، هذا هو مقصدي، هو بدأ فعلاً. نعم هذا صحيح، ربما يعني يكون هناك شيء بالرواية المعلنة الإعلامية حول موضوع حملة وما إلى ذلك، ولكن إسرائيل لم يعد بإمكانها اليوم أن تقوم بمثل هذه الحملة البرية، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين المتكدسين ولا يمكن لهم أن يعودوا أو ينتشروا في طيب. أماكن أخرى خاصة في ظل هذا التدمير. طيب تسمح لي أسألك سؤال، يعني هو بعيد عن نظرية المؤامرة ولكن هو منطق يعني من اللي يحصل الآن. إسرائيل عندما أقدمت على هذه العملية العسكرية لاستهداف مصالح إيرانية في سوريا هي ليست الأولى، ولكنها تجاوزت الحدود الدبلوماسية في المرحلة الأخيرة وجاء الرد وما حدث. هل هذه هي دائرة ولا لعبة معينة للوصول إلى نقطة رفح؟ هناك تساؤلات في إسرائيل من قبل من يعلمون جيدا ومطلعون جيدا على نتنياهو وحساباته وتجاربه في الماضي، تقول إن عملية اغتيال الجنرال في دمشق لم تكن لا يعني فيها قيمة استراتيجية كبيرة تبرر هذه المغامرة بالدخول مع إيران في توتر جديد في وقت تدير إسرائيل الحرب على جبهتين. ولذلك الاستنتاج لدى بعض المراقبين مسؤولين السابقين أمثال رئيس الحكومة السابق أولمرت ورئيس الحكومة السابق باراك، الذين يقولون إن نتنياهو كان يود من خلال هذه العملية صب الزيت على التوتر، تعقيد الأمور أكثر في محاولة لصرف الأنظار عن الفشل في غزة وصرف الأنظار عن نهاية هذه الحرب. ولكن قد يحقق هدف هو يريده منذ بداية هذه العملية سيد وديع. يعني أنا لا أريد أن أطيل على ضيوفي أيضا، لأن أريد مداخلة في هذه النقطة. إذا عندك إجابة سريعة أريد أن أسأل الدكتور محمد المصري، يعني أنت بتبتسم لما أنا سألت السؤال، عندك تعليق؟ السؤال لي ولا الأستاذ محمد؟ لا السؤال للأستاذ محمد، أنا بس حابة أسمع تعليقه. لا هو انا العمليه، لان نتنياهو رجل خبير بالسياسه وهو الرجل الاخير بالقيادات الاسرائيليه الموجوده، وما بعد نتنياهو قد لا يكون هناك قيادات اصلا في اسرائيل.
نتنياهو يدير الأزمات بقلق أزمات جديدة، يعني إدارة الأزمة من خلال قلق أزمة، لكنه أيضا في نفس الوقت هو يريد أن يخرج من غزة. الآن أصبحت غزة بالنسبة له ثقل وعبء كبير، والقيادات العسكرية الإسرائيلية تقول أن هناك صحيح أربع كتائب موجودة ومحددة في الشابورة يبنى والمدينة وفي شرق قطاع مدينة رفح هذه أربع كتائب، وهي خمسة طبعا هناك في كتيبة أخرى استراتيجية للدعم، لكن هناك كتائب أخرى أيضا من الفصائل الأخرى انتقلت من الشمال للوسطى للجنوب، وبالتالي لن تكن نزهة في مدينة رفح، خاصة أنه يعني مدروسة مدروسة. هذا خليني أسأل سؤالين كمان، إذا هي مدروسة سؤالي لك يا دكتور محمد صالح صادقيان، هل كان في الحسبان الإيراني بأنه كل هذه اللفة الطويلة من جانب إسرائيل هي للوصول إلى رفح، حتى يكون هناك يعني البعض يراها بأنه إسرائيل تفضح محور الساحات الذي طالما ما ردد بأنه يقف دفاعا عن فلسطين إلى أن تدخل إسرائيل إلى رفح ولم يحرك ساكن؟ حقيقة إيران كانت لديها قراءة، هذه القراءة تولدت في النصف الثاني من أكتوبر، يعني بعد 7 أكتوبر تولدت عند إيران قراءة معينة والتزمت بهذه القراءة. قراءتها بأن نتنياهو الآن دخل قطاع غزة وسوف يخوض في مستنقع، هذا مستنقع في عدد هائل سكاني، وبالتالي هناك الطبيعة البشرية والإنسانية الموجودة في قطاع غزة، الطبيعة الجغرافية، والإيرانيون قالوا بأنه سوف يخوض في هذا ويقع في هذا المستنقع، وبالتالي سوف يضطر نتنياهو إلى أن يوسع نطاق الحرب. طب إذا وسع نطاق الحرب، اسمح لي سؤالي محدود، إذا يعني محدد عفوا، إذا هو وسع نطاق الحرب ودخل إلى رفح، هل سيتحرك الجانب الإيراني ولا لا؟ هذه القضية متعلقة بالتطورات الإيرانية. الإيرانيون قالوا بأن الوضع داخل غزة والمقاومة فيه والفصائل في داخل غزة يستطيعون أن يواجهوا الجيش الإسرائيلي، ونحن رأينا بأن حماس والقسام وبقية الفصائل استطاعت خلال 6 أشهر أن تقف أمام الجيش الإسرائيلي الذي كان يعتبر في يوم من الأيام هو أحد 10 جيوش في العالم، أكبر 10 جيوش في العالم، الآن لم يعد ذلك، وبالتالي لا حاجة لأن تدخل إيران في ذلك. ولا حزب الله؟ لكن المشكلة ولا حزب الله؟ هذه قضية حزب الله هو الذي يتخذ القرار في ذلك، أنا ليست لدي معلومات أنه حزب الله متى يدخل كيف يوسع النطاق، هو اختار معادلة اشتباك مع كيان الاحتلال، وبالتالي لحد الآن 6 أشهر دخلنا الشهر السابع، حزب الله هم لديه هذه المعادلة، وكون معادلة ردع ومعادلة اشتباك مع كيان الاحتلال وهو يخوض في ذلك. حتى اليمنيين الحوثيين في البحر الأحمر هم كل فصيل من هذه الفصائل اتخذ قاعدة الاشتباك مع وهم يعني هم دخلوا في اشتباك مع إسرائيل، ولكن حتى الآن لن يكون هناك استهداف حقيقي لإسرائيل، إسرائيل هي المستفيدة، حتى واشنطن بتكوين التحالف في البحر الأحمر. واسمح لي أنا عندي سؤال قبل ما أذهب إلى دكتور طارق، سؤال السيد وديع، المقايضة التي طرحتها واشنطن على إسرائيل هي لأنه إسرائيل بسبب التباين الداخلي فشلت في تقديم خطة محكمة لواشنطن للدخول إلى رفح، وهل ستقبل إسرائيل بالخطة المفروضة عليها من واشنطن فيما يخص رفح؟ أولا أعود وأؤكد مرة أخرى بناء على قراءات ما يجري في إسرائيل الموجود والمفقود، أن إسرائيل لا يوجد لديها نية الآن باستهداف إيران بضربة كبيرة بمستوى الضربة الجوية التي شاهدناها ليلة السبت الماضي نتيجة جملة من الحسابات كما كنا. وحتى في موضوع رفح هناك كثير من الشكوك أن رفح ليست مربط الفرس من أصله، وأن هناك رغبة لدى إسرائيل ولدى هذا الائتلاف بقيادة نتنياهو أن يصنع من رفح نوع من الفزاعة كما كنا، أو تبرير استمرار هذه الحرب، بعدها سينتقل إلى أماكن أخرى. رفح لن تكون نهاية الحرب، وحتى هناك عسكريين في إسرائيل يقولون أن حماس أصلاً لن تنتظر الجيش الإسرائيلي كما كانت لتقاتل بهياكل عسكرية تقليدية نظامية، هذا منذ زمن ولا حماس انتقلت إلى حرب العصابات،
ولذلك إسرائيل تدرك أن دخول رفح ليس ك يعني ليست بالأمر اليسير، خاصة وأن هناك كمية كبيرة من يعني هتدخل ولا ما هتدخل؟ هتقبل بالخطة ولا لا؟ أنا أعتقد أن إسرائيل سترد ردا محدودا على إيران وستدخل دخولا محدودا إلى رفح نتيجة جملة طيب من الأسباب، وما يحدث الآن نعم هو محاولة لإنزال إسرائيل عن الشجرة. أنا آسفة لا أريد أن أتأخر أكثر على دكتور طارق. دكتور طارق، الاستعدادات المصرية والتحسبات التي تعمل عليها مصر في احتمالية دخول إسرائيل حتى وإن كان دخول محدود على رفح، طبعا هي إسرائيل رفح ولكن كل ما نقرأه بأنه هي مطامعها بأن تنتقل المقاومة إلى سيناء ويكون هناك مدخل إسرائيلي لسيناء مرة أخرى، استعدادات مصرية لذلك؟ هو بالتأكيد طبعا في استعدادات مصرية بدأت منذ اليوم الأول بطبيعة الحال لأعمال المواجهة في قطاع غزة. هناك إجراءات على المستوى الإنساني، على مستوى الأعمال الاستباقية الخاصة بالتعامل مع أي متغيرات. هناك استعدادات عسكرية بالمناسبة في إطار ما يتم حتى في التنسيق مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي مقتضى معاهدة السلام بين الأطراف الثلاث. حضرتك تعلمي أن الولايات المتحدة شريك وموقع على معاهدة السلام إلى جوار رئيس السادات وإلى مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي جيمي كارتر، موقع على المعاهدة، وبالتالي هناك ترتيبات بتتم في هذا الإطار. لكن أريد أن يعني أن أميز بين أمرين: الوضع الراهن لإمكانية أن يكون هناك إجراءات انفرادية من جانب إسرائيل، وفي تقديري الشخصي أن نتنياهو لن يجرؤ على القيام بعمل عسكري شامل قولا واحدا في رفح قبل الأمور الإجرائية التي سيتم عليها، سواء بالتنسيق مع الأطراف المعنية أو بالتجاوب مع الولايات المتحدة. وبالمناسبة لا يوجد خلاف أو تباين كبير حضرتك بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي بشأن رفح عكس ما هو شائع، لأنه الشرط الأمريكي هو إخلاء المدنيين ثم التعامل مع العسكريين بصورة أو بأخرى. الأمر الآخر وهو الأهم هو مرحلة الدخول سيتبعها أمرين: الأمر الأول ما يعرف بمسار التهدئة أو الهدنة، هل توقفت بصورة نهائية أم أنه سيتم استئنافها بصورة كبيرة. الولايات المتحدة تدفع بهذا الأمر كشريك ووسيط فيما جرى، وبالتالي الولايات المتحدة لن تنأى بنفسها عن ما يجري بالنسبة لهذا الملف، برغم التحفظات القطرية التي تم صياغتها خلال الساعات الأخيرة بالنسبة لاستمرار دورهم كوسيط في المفاوضات. وبالتالي لا نريد أن نذهب في التحليل إلى اتجاه مباشر أن إسرائيل ستدخل وتقوم بعمل عسكري مباشر في رفح ويحسم الأمر، لأنه قد تدخل إسرائيل تكتيكيا وتفاجأ بعدة متغيرات كثيرة. القضية ليست في الوصول للمحتجزين ولكن في التعامل مع المستوى العسكري للمقاومة الفلسطينية، وهذا هو مكمن الخطورة وهذا هو تحذير العسكريين في هذا الإطار. طيب عذرا دكتور طارق، ولكن إسرائيل ربطت القضاء على حماس بالقضاء عليها في رفح، يعني هي ربطت وجود حماس بدخولها برفح. دخول رفح هو في رهانات إسرائيلية قد تبدو سطحية، بمعنى أن القوى العسكرية لحماس موجودة أو المقاومة الفلسطينية موجودة في رفح، المقاومة أيضا موجودة في سائر القطاع، وبالتالي الحديث عن رفح أنها تأوي كل هؤلاء هذا كلام طبعا يجب أن نأخذه يعني بحذر شديد، لأنه القوى المقاومة الفلسطينية لا تزال موجودة في مناطق في القطاع بأكمله، وبالتالي حتى في مناطق الشمال، وبالتالي الموضوع عن استمرار هذا العمل والإفراج عن المحتجزين، وهذا هو هم نتنياهو الأكبر، الوصول إلى المحتجزين، الوصول إلى قيادات حماس كي يقنع الجمهور الإسرائيلي بأنه إنجازا قد تحقق. حتى الآن الإنجاز لم يتحقق، بدون إتمام عملية رفح لا يكون هناك حديث عن استمرار العملية العسكرية أو نجاح إسرائيل في إتمامها بصورة كبيرة. يعني إذا نجحت المفاوضات إذا نجحت المفاوضات والإفراج عن المحتجزين ومقابل الطرفين طبعا، سيكون هناك عدول عن العملية في رفح باختصار دكتور طارق؟ بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، أتصور أن هذا الأمر سيبقي التعامل مع الوضع كما هو دون الوصول، حفظا لماء الوجه لنتنياهو بالمناسبة. يعني هناك يعني تأكيدات بأن هذا هو أحد السيناريوهات للتعامل طيب مع المشهد إذا مضت طيب الأمور بهذه الصورة، تخوفا من أي سيناريوهات أخرى في هذا الإطار. طيب الدكتور محمد، انتهى وقتي بس أقل من دقيقة، واضح عندك تعليق على هذا الموضوع باختصار شديد. الإدارة الأمريكية لها شروط ثلاثة محددة للموافقة على دخول رفح. الجانب الأول تحييد المدنيين، وهذا الأمر من الصعوبة مكان أنه يتم تغيير يعني الديموغرافي، الشكل الديموغرافي خلال أسبوعين. الجانب الثاني يطلب من نتنياهو قبل الدخول يحدد موعد وقف إطلاق النار. النقطة الثالثة
هو شكل الحكم في غزة والاجتماعات في الأسبوع القادم إسرائيلية أمريكية حول هذه العناوين. إن لم تكن إجابات لن توافق الإدارة الأمريكية، لتعرف تماما استخباراتهم نعم. وأن هناك عشرات الآلاف الفلسطينيين ينتظروا في رفح، ليس فقط فصائل نعم. بينما حتى هناك من الجمهور المدني تسلح ويستعد لمعركة رفح. هذه معركة كسر عظيم لا يقبل فيها الفلسطيني أن يهجر إلى خارج منطقة نعم. جغرافيته وخارج غزة. شكرا جزيلا من رام الله دكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ومن القاهرة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي، ومن الناصرة الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان. شكرا جزيلا لكم جميعا.